ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تيزنيت أمسين الأربعاء سيدة يشتبه في تورطها في قضية متعلقة باختلاس أموال وكالة بنكية. وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بموظفة تعمل بمؤسسة بنكية عمومية بتيزنيت متهمة باختلاس مبلغ مالي يقدر بحوالي 279 مليون سنتيم على دفعات متفرقة استمرت منذ سنة 2020. هذا وقد باشرت المصالح الأمنية بحثا في الموضوع خلص إلى توقيف المشتبه فيها ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث للكشف عن كافة حيثياته وتحديد هوية بقية المتورطين المحتملين في عملية الاختلاس.